ثانيا كبيرة نأخذ ألفا مربع زائد جوج ألفا زائد ثلاثة تساوي صفر، يعني أن F هو تشاكل تقابلي. إذا حسب أولا السؤال الأول ألف بين أن E إطوال، إذا هنا E إطوال جزء مستقر من M دو R، إذا لنبين أن E إطوال جزء مستقر من مجموعة المصفوفات من الرتبة 2، إذا نعتبر عنصرين من E إطوال مربع. فحسب خامسا يعني أولا كبيرة خامسا لدينا E جزء مستقر من M دو R في، بما أن E جزء مستقر من M دو R في فإن M AB في M CD تنتمي إلى E، إذا دائما حسب واحد كبيرة خمسة تنتمي إلى E وليس E إطوال. إذا بقي أن نبين بأن الجداء ينتمي إلى E إطوال، يعني أن الجداء يخالف صفر. لدينا M AB تنتمي إلى E إطوال مربع، يعني أن M AB تخالف المصفوفة المنعدمة و M CD تخالف المصفوفة المنعدمة. إذا سنبين بأن إذا كانت M AB تخالف المجموعة المصفوفة المنعدمة و M CD تخالف المجموعة المصفوفة المنعدمة، فهذا يستلزم بأن الجداء يخالف المجموعة المنعدمة. إذا تذكير الاستلزام المضاد للعكس، إذا إذا كانت P تستلزمك، إذا P تستلزمك يكافئ Q بار، إذا Q بار تستلزم P بار، إذا سنطبقه على هذا الاستلزام. إذا Q إذا Q بار هي M AB في M CD تساوي صفر تستلزم P بار، إذا P بار إذا تصبح تساوي وتصبح أو ثم تصبح تساوي. إذا M AB في M CD تساوي صفر، إذا صفر المصفوفة المنعدمة، ف M AB هي F ل A زائد B ألفا حسب تعريف. إذا M AB هي F ل A زائد ب ألفا في F ل C زائد D ألفا تساوي F لصفر، إذا صفر هو عنصر ينتمي إلى C. إذا ماذا يستلزم؟ ماذا لدينا عن F؟ إذا لدينا F تشاكل، إذا F لدينا تشاكل. إذا كون أن F تشاكل ف F ل A زائد B ألفا في C زائد D ألفا تساوي F لصفر. وماذا لدينا؟ بأن F تبايني، F تبايني، بما أن F تبايني فA زائد B ألفا في C زائد D ألفا تساوي صفر. الآن نحن في المجموعة C، في المجموعة C إذا زد في زد بريم تساوي صفر تستلزم بأن زد تساوي صفر أو زد بريم تساوي صفر، هذا في C. إذا هذا يستلزم بأن A زائد B ألفا تساوي صفر أو C زائد D ألفا تساوي صفر. إذا ندخل مرة أخرى F، إذا F ل A زائد B ألفا تساوي F لصفر أو F ل C زائد D ألفا تساوي F لصفر، يعني أن
اف لي ا زائد بي الفا هي ام لي ا بي، ام ا بي تساوي اذا اف لي صفر هو صفر مصفوفة المنعدمة، او ام لي سي دي تساوي كذلك صفر المصفوفة المنعدمة. اذا النتيجة النهائية اذا او اطوال جزء مستقر من ام دو ار مزودة بفي. ب في ثانية كبيرة بين بأن أ زائد في جسم تبادلي. تذكير للبرهنة بأن أ زائد في جسم تبادلي نبين بأن أ زائد زمرة تبادلية، ثم نبين بأن أ إطوال في زمرة تبادلية، إذا تبادلية بالنسبة لي في يعني جسم تبادلي، ثم نبين بأن في توزيعي بالنسبة لزائد في أ. إذا ماذا نعلم؟ نعلم أن في أولا كبيرة أن أ زائد نقطة فضاء متجهي حقيقي. إذن في شرط أن يكون فضاء متجهي حقيقي من بين شروطه أن تكون أ زائد زمرة تبادلية. إذن أ زائد زمرة تبادلية. الآن سنبين بأن أ إطوال في زمرة تبادلية، إذن سنحتاج تشاكل من سي نحو أ إطوال، إذن من سي إطوال نحو أ إطوال، ونحن لدينا تشاكل من سي نحو أ. لدينا F تشاكل تقابلي من سي في نحو أ في، إذا لدينا F من سي نحو أ وهو تشاكل تقابلي. وماذا لدينا؟ بأن مقابل صفر هو صفر، يعني صورة صفر هو صفر. الآن فبمجرد أن نزيل صفر من المجموعة سي فمقابله هو صفر في المجموعة أ. إذن يصبح لدينا F من سي إطوال نحو أ إطوال تقابل، إذن تقابل. الآن التشاكل يحتاج أن يكون الجزء مستقر، إذن الجزء الذي هو أ إطوال. إذن نحن نعلم بأن سي إطوال يعني في قانون تركيب داخلي في سي إطوال، وبما أن في جزء مستقر من M دو R فكذلك في هو قانون تركيب داخلي في أ إطوال. إذن فالتشاكل لا بد له أن يربط مجموعتين مزودتين كل واحدة بقانون تركيب داخلي لها. إذن يصبح لدينا تقابل، وبما أنه تشاكل في السي في من السي نحو أ فيبقى هو تشاكل كذلك من السي نجمة نحو أ نجمة. لماذا؟ لأن F للزيد في الزيد بريم تبقى دائم تساوي F للزيد في F للزيد بريم
زد تخالف صفر يعني تنتمي إلى سنجمة، وزد بريم تخالف صفر تنتمي إلى زد إلى سنجمة. إذا وبذلك قلنا فإن F تشاكل تقابل من سي نجمة في نحو E إطوال في. إذا قلنا بما أن F تشاكل تقابل من سي إطوال في نحو E إطوال في، ولدينا سي إطوال مزودة بفي هي زمرة تبادلية، إذا فالتشاكل هنا يكفيه أن يكون شموليا. إذا كان شموليا فاف للسي إطوال، إذا كان شموليا فاف للسي إطوال هي E إطوال، فاف للسي إطوال هي E إطوال. فالتشاكل إذا هنا التشاكل ينقل خصائص سي إطوال إلى E إطوال، فتصبح E إطوال في زمرة تبادلية. إذا قلنا يكفي أن يكون F شمولي. بقية توزيعية، لدينا E جزء مستقر من M مجموعة المصفوفات مزودة بزائد. من أين لدينا؟ لدينا من كون أن E زائد نقطة فضاء متجه حقيقي. إذا كون أن E زائد فضاء متجه حقيقي جعل زائد قانون تركيب داخلي في E. وكذلك لدينا بأن E جزء مستقر من مجموعة المصفوفات مزودة بفي، وفي توزيعي بالنسبة لزائد في مجموعة المصفوفات. إذن في توزيعي بالنسبة لزائد في E. إذن الشرح، إذا ما معنى أن لدينا، إذا نأخذ ثلاث مصفوفات M في M بريم زائد M سكوند. إذا المصفوفات تنتمي إلى E. إذا المصفوفات قلت تنتمي إلى E. إذا بما أنها تنتمي إلى E و E ضمن M دو R فهي تنتمي إلى M دو R. وفي توزيعي بالنسبة لزائد يعني أن تساوي M في M بريم زائد M. الآن العملية في مجموعة المصفوفات من الرتبة 2 وليس في E، في M سكوند. الآن دور كون أن زائد وفي قانون تركيب داخلي. إذا كون أن زائد قانون تركيب داخلي، ف كون في قانون تركيب داخلي فالجداء ينتمي إلى E، وهذا الجداء ينتمي إلى E. إذا بفضل كون في قانون تركيب داخلي، والمجموع كذلك ينتمي إلى E، ولدينا هذا المجموع كذلك ينتمي إلى E بفضل قانون تركيب داخلي، والجداء هذا العنصر في الجداء ينتمي إلى E. إذا أصبحت، إذا بفضل كون زائد وفي قانون تركيبين داخلين في E وفي توزيعي، إذا التوزيعية التي طبقنا في الأول جاءتنا من M دو R. إذا جعل في توزيعي بالنسبة لزائد في E. إذا العملية الآن هي في E، إذا جميع الجداءات والعناصر والنتائج تنتمي إلى E. إذا من واحد كون أن E زائد زمرة تبادلية، واثنان كون E إطوال في زمرة تبادلية، وكون في توزيع بالنسبة لزائد في E ثالثا، فإن E زائد في جسم تبادلي. الآن ثانيا نعتبر بأن الزد تساوي A زائد ألفا B، ونبين بأن الزد تساوي صفر يكافئ بأن A تساوي B تساوي صفر، لأن هناك تكافؤ.
إذن ننطلق من زد تساوي صفر، هذا يكفي. إذن نعوض زد بقيمتها هي أ زائد أ في واحد زائد ب في ألفا تساوي صفر. ماذا نعلم؟ نعلم بأن واحد ألفا أسرة حرة، أسرة حرة. إذن أ تساوي صفر و ب تساوي صفر، يعني أن أ تساوي ب تساوي صفر، أ تساوي ب تساوي صفر. تذكير، لدينا معادلة، معاملاتها أعداد حقيقية بحيث أ تخالف صفر. إذن هنا المعاملات أعداد حقيقية، فإذا كان ألفا حل لأ فإن ألفا بار هو حل كذلك لأ، ودائما نفس العلاقة أن مجموع الجذرين يساوي ناقص ب على أ، وجداء الجذرين يساوي سي على أ. الآن في باء، في باء المطلوب أن نبين بأن الزد زد بار تساوي هذه النتيجة. إذن سنحسب الآن زد زد بار. إذن قلنا لدينا العلاقة أ مربع زائد جوج ألفا زائد ثلاثة تساوي صفر، ألفا مربع زائد جوج ألفا زائد ثلاثة تساوي صفر، وألفا ألفا هو حل للمعادلة، والمعاملات هنا تنتمي إلى R. إذن ألفا بار هو كذلك حسب التذكير السابق حل للمعادلة، وبالتالي فإن ألفا زائد ألفا بار تساوي ناقص اثنان، وألفا في ألفا بار تساوي ثلاثة. إذن الآن زد في الزد بار، إذن هي أ زائد ألفا ب عامل لأ زائد ألفا بار، لأن ألفا تنتمي إلى زد إلى سي في ب تساوي. إذن أ أس اثنان، أ أس اثنان زائد أ ب، أ ب في ألفا بار، أ ب في ألفا. إذن أ ب عامل لألفا زائد ألفا بار زائد ب مربع ألفا في ألفا بار. إذن تساوي، إذن زد في الزد بار تساوي أ مربع. إذا لدينا ألفا زائد ألفا بار هي ناقص جوج، ناقص جوج. إذن هي ناقص جوج أ ب. الآن ألفا في ألفا بار تساوي ثلاثة، إذن زائد ثلاثة ب أس اثنان. الآن للاستنتاج، إذن أ مربع ناقص جوج أ ب زائد ثلاثة ب مربع تساوي صفر. إذن قلنا بأن هذه هو الزد في الزد بار، إذن هذا يكفي بأن الزد في الزد بار تساوي صفر، يكافي. إذن الزد في الزد بار هي هو معيار الزد أس اثنان تساوي صفر، يعني أن معيار الزد تساوي صفر. هذا يكافي بأن الزد تساوي صفر، وحسب النتيجة ألف فيكافي بأن أ تساوي ب تساوي صفر.